اللي بيكون فيه أيضا ترند اليوم، تغريدة بثها شاب على تويتر بردود أفعال واسعة خلال الأيام الماضية، حازت على أكثر من 800 تعليق وأكثر من 7000 تويت وأكثر من 14000 إعجاب. وكشف الشاب في تغريدته عن موقف إنساني قدمه له شخص لا يعرفه عندما كان في محل بنشر، وتعرض أحد إطارات مركبته للتلف وما كان معه ريال واحد لتغييره، وامتنع عمال المحل تغيير الإطار بدون مقابل في ظل أن الشاب لا يملك قيمة هذا الإطار. وجد شخص كان موجود بداخل المحل تكفل بالمبلغ. صحيح. عبد العزيز كتب الشاب قصته في تغريدة، وبعد أن التقط الرجل صورة وهو يغادر المحل قال فيها، وخلنا نشوف التغريدة الآن معانا تطلع. وليد يقول الناس للناس، يقول الناس الناس والرب واحد، جملة قالها شايب الكفو بعد ما حصلني مبنشر، وتحايل راعي البنشر أنه يركب لي الكفر وحاسبه بعدين لأن ما معي ولا ريال، رحت على جنب جالس على الجوالة بتصل على أي أحد ينقذ الموقف وما حد راد، ورجعت إلا أني حصل راعي هالبنشر يركب كفر، قلت أصبر ما معي فلوس، قال لي هالرجال تراه حاسب عنك. الله يجزاه خير. برضو الدكتور خالد بردود الأفعال على هذه التغريدة، أول تغريدات اللي كانت موجودة للدكتور خالد الحربي، يقول شعبنا السعودي من أطيب الشعوب، لذا كل يوم نسمع قصص فزعة وتقديم معروف من أبناء وبنات هذا الوطن الغالي، جزاهم ربي خير الجزاء. نموذج غير مستغرب، لكن احنا ننقله يعني لفرحتنا بصراحة لهالتفاعل حتى مع التغريدة. أريجنا تقول السعوديين عيونهم مليانة وإن كانوا بسطاء، تربوا على العطاء ومساعدة المحتاجين حتى وإن كان هو يحتاج ما يعطيه لغيره. طبعا في البريد السعودي يقول دفع عني موظف البريد ثمن شحنة للسويد، وعندما عدت إلى المملكة بعد سنة دفعت له المبلغ بالرغم من أنه لا يعرف لي أرض ولا سماء. الله يديم عزهم يرفع قدرهم. اللهم أمين. التغريدة القادمة لياسر التميمي اللي ذكر فيها الخير في أمتي إلى قيام الساعة. أيضا تغريدة أخيرة مع أسعد، قال أسعد رجل شهم وكريم وشجاع، يا أخي هذا العربي الأصيل اللي يعرف النخوة والفزعة، والله ما في شيء وفي حقه إلا الدعاء بظهر الغيب، الله يرزق أضعافه ويبارك فيه ويجزاك الخير، صنع المعروف